السلام عليكم. أولا شكرا على الحضور ديالكم والاهتمام بعد التغطية اللي غتعملوا لهذه الدورة 18 ديال الأسبوع البحري الدولي اللي كينظمو النادي الملكي البحري. وهذا التنظيم هذا رجع للإرادة والتحديات اللي عند المكتب المسير ديال النادي، لان كاين مشاكل كبيرة باش يمكن لك تنظم واحد الأسبوع دولي، لان ما حنا غير نادي وامكانيات ديالنا محدوده. ولكن الحمد لله هذه 18 عام هذا هو الحدث الدولي الوحيد في عالم الزوارق الشرعيه اللي العمر ديالو 18 عام واللي عنده مكتب ونادي اللي صار عليه تيدوم حتى يجي واحد الوقت. من المشاكل اللي كنلقاها وكنعاودها كامل هي الامكانيات، ما عندناش امكانيات مع الاسف، حتى الوزاره الوصيه ما كدعمناش، الامكانيات قليله وكنتغلبوا عليه. ولكن المشكل الكبير والعائق كنخافوا منه هو المعدات التقنيه والزوارق، يعني ملي كتنظم كتصيفط استدعاء، ومع الاستدعاء كاين واحد التعليمات الصباغ اللي كتعاهد فيها شنو غتعطيه، كتعاهد بانك اول مهم غتعطيه الزورق ديالو. طاز كود 22 سنه، كنمثل النادي البحريه الملكي بالدار البيضاء. هذه المشاركه كنشاركوا في هذه المسابقه منذ سنين، منذ الدوره الاولى، وكنبغيو نشكروا كاع المنظمين ديالت المسابقه. طبعا كنشكر ايضا نادي البحريه الملكي بالدار البيضاء والنادي الملكي البحري بالمضيق. والمشاركه كما كتشوفوا كتعرف المشاركه ديال بزاف تاع البلدان، منها سويسرا، الكوت ديفوار، تونس، مصر، وبطبع المغرب. وكنتمنوا ان هذه المسابقات تفتح ابواب عبر الصعيد العالمي. Je suis M. Mania Diouf, le chef de délégation de l'équipe sénégalaise. Nous venons aujourd'hui participer à cette 18e semaine nautique internationale avec une délégation de deux athlètes en laser. Ça fait en fait depuis 2015 en fait nous avions la chance de venir y participer et ces deux dernières années en fait du fait de l'effet en fait de la COVID-19 ça a permis en fait de marquer notre absence. Nous sommes ravis parce que nous avons été bien accueillis aujourd'hui par le club, espérant que nos athlètes feront la différence cette année, inchallah. Donc c'est pas la première fois, vous avez participé déjà? Non, en 2016 on a signé avec le club en fait un accord de partenariat. Ce qui nous a permis, en fait, depuis 2015 jusqu'à 2019, nous étions présents sur toutes les éditions. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est l'effet de la COVID qui a fait que nous n'avons pas été présents. Nous revenons en force avec deux membres de nos équipes. Je m'appelle Adel Khaled, منتخب الإمارات مثل ما تشوفون. نحن عددنا أربعة مع مدرب وإداري، وهذه تقريبا سادس مشاركة لنا في بطولة المضيق، بطولة دولية معروفة. والحمد لله نتمنى ان طموحنا نحرز المركز الاول، ثلاث الاوائل في المنصات ان شاء الله. ومغرب مثل ما تشوفون اجواء حلوه وممتازه للرياضه هذه. اسمي عبد الحميد مرسي، حكم وطني في رياضه الشراع من جمهوريه مصر العربيه. بشارك في تحكيم البطوله رقم 18 اللي بيقيمها النادي الملك البحري بالمضيق تطوان. ودي يعني تقريبا انا حضرت جميع البطولات التي اقيمت هنا باستثناء يمكن مره او مرتين لاعذار، انما على مدى 18 مره انا شاركت في تحكيم هذه البطوله. طبعا هي بطوله كبيره بيشارك فيها دول من دول عربيه او دول افريقيه او اوروبيه، وهذا العام في 8 دول مشاركين بأعداد من في الليزر ريديال وفي الأوبتيمست اللي هو طراز الناشئين اللاعبين الصغار السن. البطولة ستقام في خلال 4 أيام، تبدأ من غدا الخميس، تستمر إلى يوم الأحد. إن شاء الله نتعشم أن الرياح تكون مواتية لإقامة البطولة، لأن طبعا الرياح مهمة جدا في سباقات الشراع، لأن هي اللي بتحرك القوارب أثناء الإبحار. من ناحية التحكيم احنا في لجنة لتحكيم البطولة تتكون من 4 أشخاص. رئيس اللجنة هو مستر أرنالدو من أسبانيا، وأنا معاه كعضو في لجنة الحكام، ومعي الأخت بشرة تباري من المغرب والأخ محمد من المغرب أيضا. اللي كان تمناه هو يكون رياح
للرياح هي الضمان ديال النجاح. ولكن احنا عندنا 3 ايام سباق، 3 ايام مقرر يكون 9 سباقات، 3 في كل يوم، ولكن السباق كينجح الا كانوا الا جينا غير 4 سباقات. وكان ان شاء الله غادي نعملوا اكثر من سباقات، ونتمنى نعاود نتلاقى معكم كي يتقرب مازالنا ان شاء الله.